السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، شو اخباركم؟ مسوي معكم في سلوم. اليوم جايب لكم مقطع تفتيح باكجات ثاني. مثل ما تشوفون قدامكم العب هذا المباراة الثانية لعبتها. سجلت مبارتين ورا بعض، المباراة الاولى خسرت، كنت جايب جول اول ثم انقرب علي. هذه المباراة الثانية بالتشكيلة اللي يعطونك اياها البلايستيشن او بلايستيشن اللي يعطونك اياها فيفا نفسهم عشان يضبط وضعك اذا كنت طفران زي كذا من البداية. ضبط تشكيلة أنا وبقيت تشكيلة ثانية. ما أبغى أحرق عليكم وش تشكيلة وكذا. المهم مثل ما تشوفون معليش والله حلقة راح فيها الزبدة. هذا الجول الأول حق برامج اسم اللاعب. المهم إني سويت عيد جديد بخصص إن شاء الله لكل شيء ألعب في شريط، يعني كنت 8 هكرت فيه وهكر لي اخوي الله يعطي العافية اللي هو سعود. لا احد يقول لي عطني اي دي او اي شيء يعني تواصل معه. المهم اي دي هو اللي بيطلع لكم الحين الشاشة اللي هو في سلوم اكس. اي دي قديم، اي دي القديم حق القناة اللي هو في سلوم اعطيته 1 ريال وبغي العب فيه، يعني ما حبيت اني اخذه منه لاني قايل خذ لك. و بيزلوم اكس هذا سويت جديد وسعودي بعد عشان اطلب يعني طلب مسبق الفيفا 14 وافتح باكجات، لان صعب تلقى بطاقة امريكية وبطاقة اوروبية. يعني بطاقة اوروبية لقيتها 260 ريال، يعني هذه 35 يورو، 35 يورو يعني زي 50 دولار في ستار سعودي. المهم 260 ريال يعني غالي، الزبدة غالية. الخمسين ستار سعودي 185 ريال، شو الفرق؟ يمكن 80 أو 75 ريال. الزبدة يقولون دفع رياضيات مدري ايش. ما ادري يا سجلت المقطع وبكره عليه اختبار رياضيات، الله يعين. والله يوفق الجميع في اختبارات. للي بيختبر قبل الحج وبس. هذه نهاية المباراة وهذا تصنيف المباراة وكل شيء وبس. كما كم سلوم، يلا اشوفكم على خير.